توفي شاب مصري أثناء حفل خطوبته في الساعة الأولى من صباح اليوم في بورسعيد، حيث شعر بأزمة قلبية مفاجئة وسقط أرضاً أمام خطيبته والأهالي خلال خطوبته. الحادث الذي تسبب في حزن الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي لارتباطهم بالمتوفي وإشاداتهم بأخلاقه الحميدة حسب ما نقلت صحف مصرية. وأثار حادث وفاة الشاب سعيد خالد حزن على صفحات التواصل الاجتماعي بعد أن تحول الفرح إلى عزاء وتبادل الأهالي عبارات العزاء على صفحات الفيسبوك. وفي التفاصيل، قد أكد المقربين من الشاب الذي يسكن في محافظة بورسعيد المصرية أنه كان يرقص وسط أهله من الفرحة في خطوبته، وفجأة توفي وهو يبتسم وسط الحاضرين في قاعة الفرح. رحم الله الشاب وأسكنه فسيح جنانه.